بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بقى ما نزلنا الدومين وعملنا الاويو فهمنا وظائف الاويو، مهم قوي بقى ان انت تفهم حاجة مهمة قوي. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا حاجة اسمها اويو وحاجة اسمها كونتينر، صح؟ الاويو اللي هي بالشكل ده اللي هي ليها ثلاث وظائف، ديليجيشن، تدي عليها ديليجيشن تو اورجنايز شكل الاكتيف دايركتوري، تطبق عليها بوليسي. اما الكونتينر تدي عليه ديليجيشن وتورجنايز شكل الاكتيف دايركتوري بتاعك، صح؟ الويزرد بتاع الاكتيف دايركتوري بتاعي اول ما بيتسطب واول ما بينزل بيكريت لي كونتينر مهم قوي وبيكريت لي اويو مهمه جدا. يعني الويزرد ده بيكريت لي كونتينر مهم قوي واويو مهمه جدا. الكونتينر اللي هو بيكريتولي كونتينر مسميه كمبيوترز. كونتينر ده مهم فوق ما تتخيل. والاويو اللي هو بيكريتها لي الاساسيه اللي بيسميها دومين كنترولرز اوتوماتيك. طب اهميه الاتنين دول ايه؟ اول حاجه الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز، احنا اتفقنا بقى مع بعض ان احنا هننتقل من حتة بير تو بير لحتة سنترالايزد ادمنستريشن، صح؟ عارف علشان احقق كلمة سنترالايزد ادمنستريشن معناها ايه؟ علشان احقق الموضوع ده لابد ان انا يكون عندي اجهزة موجودة عندي تجوين الدومين. كلمة تجوين الدومين يعني تخش جوه الدومين، يعني اقدر اسيطر عليها من خلال الدومين. فأي جهاز، أي جهاز أنا بعمل له جوين للدومين والجهاز ده 2000 فيما فوق، يعني 2000 أو 2003 أو 2008 أو إكس بي أو 7 أو فيستا، الستة أوبريتنج سيستمز دول، أي جهاز من دول بدخله جوه الدومين أو أقول له أنت هتبقى ممبر جوه الدومين. مش احنا كنا ممكن ايام الورك جروب كنت ممكن اغير اسم الورك جروب بتاع اي جهاز، صح كده؟ ممكن برضو اجي اقول للجهاز ده انت بدل ما هتبقى في الورك جروب الفلاني انت هتبقى في الدومين الفلاني. كلمة انت هتبقى في الدومين الفلاني بيسموها كمصطلح علمي تجوين الدومين، يعني تخش جوه الدومين. اي بقى جهاز 2000 فيما فوق هقول له انت هتبقى جوين جوه الدومين بتاعي، الجهاز ده هينزل في الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني بمجرد ان انا اجي اقعد على الجهاز ده كده او الجهاز ده واقول له بعد اذن حضرتك احنا هندخلك جوه الدومين، هيقوم قايل لي متشكر جدا ويقوم جاي نازل هنا جوه الدومين ومكريت لنفسه كمبيوتر نيم جوه الدومين. طب الكمبيوتر نيم بتاعه ده هيبقى ايه؟ اسمه اللي انا مسميه بيه. فاوتوماتيك اي جهاز فوق ال 2000 حضرتك هتقول له جوين للدومين بتاعي، هبص تلاقيه لوحده اوتوماتيك نزل في الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز. الله يفتح عليك. سؤال مهم جدا. قبل ال2000 نعمل ايه؟ قبل ال2000 اول حاجه ما بيفهمش يعني ايه اكتيف دايركتوري. مش احنا متفقين مع بعض كده من المره اللي فاتت لازم ننزل له ايه؟ السامب كلاينت من على مايكروسوفت، اسطبه له من على مايكروسوفت، انزله واسطبه على الجهاز. دي اول خطوه. تاني خطوه اجي انا بقى اقف كده في الكونتينر ده او اي اويو واعمل رايت كليك واقول له انا عايز اعمل لك نيو كمبيوتر، واديله اسم الجهاز اللي هو اقل من ال2000، 95 98. طبعا لازم يكون نفس النيم. طب ليه بعمل كده؟ بعمل كده علشان اقدر اعمل عمليه سنترلايزد ادمنستريشن، يعني اقدر ان انا اجوين الجهاز ده للدومين بتاعي واقدر وانا قاعد في مكاني اعمل مانجمنت للجهاز. مش احنا اتفقنا مع بعض هو الهدف من ان انا اعمل دومين في الاجهزه بتاعتي وما اشتغلش ورك جروب ايه؟ سنترلايزد.
ان انا وانا قاعد على اللابتوب بتاعي كده زي الباشا بمانج كل ال 150 جهاز اللي موجود عندي في الشركه. انما ايام الورك جروب بير تو بير، الند بالند، فبير تو بير معناها ايه؟ ان اي مشكله تحصل في جهاز لازم اقوم اروح للجهاز ده اقعد عليه واحل المشكله. عايز اسطب سوفت وير لازم اقوم اسطب السوفت وير بنفسي، فاهم؟ عايز يوزر يخش على اي شير فولدر هناك لازم اكريت له يوزر نيم وباسورد في السام فايل. الموضوع ده كله هيختفي لما احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل سنترلايزد ادمنستريشن. فاحنا اول خطوه عملناها في قصه السنترلايزد ادمنستريشن ان انا نظمت شكل الاكتف دايركتوري بتاعي. تاني خطوه هعملها ان انا هبدا ان انا ادخل الاجهزه بتاعتي جوه الدومين. فلو هي قبل ال 2000 مفيش مشكله، لو هي بعد ال 2000 مفيش مشكله، قبل ال 2000 هي دي كلها المشكله في الكلاينت اللي قبل ال 2000. وعلى فكره مايكروسوفت في الكورسات كلها اللي احنا هناخدها مشاكلنا كلها هتقابلنا في الناس اللي هي الاقل من ال 2000. والكلام ما يقتصرش على الناس الاقل من ال 2000 بس، ده كمان الانذر اوبريتنج سيستمز. اتفقنا مع بعض ان احنا برضو لو عندنا لينكس وعايزه ان انا اظبطه من خلال الاكتف دايركتوري بتاعي برضو بنزل له السامب كلاينت، صح كده؟ وابدا ان انا اسطبه عليه وبرضو هنا اكريت له كمبيوتر ريكورد مانوال بايدي. طب يعني ايه بقى الكمبيوتر ريكورد مانوال بايدي؟ عادي خالص، قول له مثلا ايه 98 بي سي، وما تنساش بقى ان انت ايه تعلم على التشيك بوكس ده assign this computer account as a pre windows 2000 computer. ليه بقى؟ ركز معايا بقى في الحته دي قوي 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 قوي. هو انا دلوقتي لو جيت جبت جهاز كمبيوتر وعملت له جوين للدومين، يعني جيت للجهاز ده وقلت له خش جوه الدومين، والجهاز ده اسمه 98 بي سي، معايا كده؟ فيها مشكله؟ واديته اي بي، مش لازم اديله اي بي؟ وجبت جهاز تاني مش هعمل له جوين للدومين وسميته برضو 98 بي سي، هو ينفع؟ ينفع. هي المشكله الوحيده اللي ما تنفعش في حاجه واحده بس، ان يكون ليا اتنين كمبيوتر نيم في نفس الدومين او اتنين كمبيوتر نيم في نفس الورك جروب. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الورك جروب بتاعي اسمه اكس، جوه اكس ده اللي هو اللي اسمه الورك جروب اللي اسمه اكس ده، لو انا عندي 10 اجهزه ما ينفعش ال 10 اجهزه يبقى ليهم ذا سيم نيم. يعني لو عندي جهاز اسمه 98 بي سي وفي ورك جروب اسمها اكس، ما ينفعش اعمل جهاز تاني اسميه 98 بي سي في نفس الورك جروب اللي اسمها اكس. يحصل كونفليكت زي كده. ما كانش ينفع ان انا ادي جهازين نفس الاي بي، فاهم يا محمد؟ تمام كده. كذلك في نفس في الدومين كنترولر، نعم، في اماكن حكوميه بتستخدم اقل من 2000. وبعدين حتى لو مفيش حد، يا عم انا بشرح لك عشان تفهم، فاهم؟ والكلام اللي انا بشرحه ده مش خاص بال2000 بس، ده باي جهاز تاني. كذلك برضو جوه الدومين كنترولر بتاعي، جوه الدومين كنترولر بتاعي ما اقدرش ان انا لما اعمل دومين وليكن سي سي جي ما ينفعش ان انا يكون عندي جهازين ليهم ذا سيم نيم، برضو يعمل كونفليكت معايا كده؟ طيب نفترض يا عم ان انا دلوقتي اللابتوب بتاعي ده جبته عملت له جوين للدومين بتاعي، معايا كده؟ اديته اي بي مثلا اي حاجه 1.1، وبعد ما اديته اي بي 1.1 قلت له انت هتجوين الدومين الفلاني، هتجوين الدومين اللي اسمه سي سي جي،
انت اسمك ايه يا جهاز؟ اسمي 98 بي سي. بعد ما عملت للجهاز ده جوين للدومين ودخلته جوه الدومين، رحت رامي اللابتوب ده وجايب لابتوب زيه بالظبط بس ورك جروب، واديته نفس الاي بي وسميته 98 بي سي، وركبته في نفس الكابل اللي كان متركب فيه الراجل اللي انا لسه عامل له جوين للدومين. فاهمين انا بقول لك سيناريو عامل ازاي؟ هل اقدر من على مستوى الدومين بتاعي اعمل مانجمنت للجهاز اللي موجود في الورك جروب ده؟ طب ليه؟ ما هو نفس الاي بي ونفس النيم. طب ما هو نفس الاي بي ونفس النيم، ليه مش جوين للدومين؟ القصه بقى مش قصه جوين للدومين او مش جوين للدومين، هل التيكت اللي الراجل ده خدها، اللي الجهاز اللي انا رميته ده خدها، هي نفس التيكت اللي موجود على الجهاز ده؟ مش احنا اتفقنا ان في تي جي تي؟ ما خلي بالك بقى، التي جي تي اللي بياخدها اليوزرز برضو في حاجه اسمها للجهاز سيكيورتي ايدنتيفاير، الجهاز بتاعي ليه سيكيورتي سيد اي دي غير الماك ادرس. الجهاز بتاعي جوه الدومين كنترولر بتاعي بيبقى ليه حاجه اسمها سيد اي دي، زي الرقم القومي. ما هو السيد اي دي ده بتاعه، اول ما بتعمل جوين للدومين بيقوم باصم لك عليه، يقول لك ده الرقم القومي بتاعك. يعني انت اسمك مثلا ايه؟ عبد العزيز، صح كده؟ عبد العزيز محمد مش عارف ايه، خلاص كده. رحت انت شغال مثلا في الشركه الفلانيه، رحت انا جايب واحد تاني اسمه نفس اسمك بالظبط، وانت اخدت اجازه النهارده وراح هو رايح بدالك، هيدخله؟ ما هو نفس الاسم بس مش انت، هو نفس الاسم بس مش انت. سيد اي دي اه لا دي سيرفيس الدومين كنترولر بيعملها. سيرفيس هناخدها في كورس الاكتف، دي من ضمن حاجات الماستر رول. دي سيرفيس تبع الاكتف دايركتوري، اسمها البي دي سي ايميليتور والانفراستراكشر ماستر رول، قصه كده هناخدها في كورس الاكتف. على الاكتف دايركتوري. ما هو جهاز اليوزر ده لما بيجي لي الجهاز ده انا بقارن السيد اي دي بتاعه بالسيد اي دي اللي عندي، هو ده بتاعي بدخله. فهمت؟ فاهمين؟ وصل لكم الفكره؟ انا عايزك تبقى فاهم. خلي بالك الكلام ده كله بيتم في الباك جراوند، والكلام ده كله مفيش حد عارفه. يعني الكلام ده كله بيتم في الباك جراوند والكلام ده كله مفيش حد عارفه. هو بيجي يقول لك ايه؟ عملنا جوين للدومين، ها حلو زي الفل وخلاص. انا عايزك تبقى فاهم. خلاص؟ لا ما هو يا عم ما هو بيتشال من الورك وروب يتحط في الدومين. معايا كده؟ واصله لكم الفكره؟ خلاص؟ فاللي انا عايز افهمه لك ان مش اليوزر اللي انا بكريته اللي اسمه محمود او اللي اسمه احمد هو اللي ليه يوزر نيم وباسورد وبيخش بيهم على الاكتف دايركتوري. ده قبل اصلا ما اليوزر ما يعمل لوجن على الاكتف دايركتوري، الكمبيوتر نفسه اللي جوين للدومين ليوزر نيم وباسورد. الكمبيوتر نفسه ليوزر نيم وباسورد. طب ايه هما اليوزر نيم والباسورد بتاع الجهاز ده؟ اليوزر نيم والباسورد بتاع اي جهاز فوق ال 2000، يعني 2000 2003 فيستا 7 اكس بي 2008، ها بيبقى اسم الجهاز نفسه ده اليوزر نيم، والباسورد بتاعته بتبقى برضو اسم الجهاز. طب لو هو اقل من ال 2000، الجهاز بتاعي اي جهاز كمبيوتر بيجوين الدومين بيبقى ليه جوه الاكتف دايركتوري بتاعي يوزر نيم وباسورد.
اليوزر نيم بتاعه بيبقى اسم الجهاز ده، والباسورد بتاعته بتبقى برضو نفس الاسم ده لو 2000 فيما فوق. انا ما بعملش اي حاجة، انا لسه ما عملتش جوين ولا اي حاجة. حلو كده معايا كده؟ لو الجهاز ده فوق الـ2000 بيبقى اليوزر نيم بتاعه اسمه، والباسورد بتاعته اسمه برضو. لو الجهاز ده اقل من الـ2000 بيبقى اليوزر نيم بتاعه اسمه، والباسورد بتتغير كل 5 ايام، بتبقى راندوم. الا اذا جيت انا هنا كده وعلمت على التشيك بوكس ده assign this computer account as a pre windows 2000، بيبقى اسمه هو هو، الباسورد بتاعته ما بتتغيرش، بس بياخد السيد اي دي بتاعه او الرقم القومي بتاعه جوه الدومين كنترولر بتاعه. لا، ما انا عشان افهمك بقى ان الجهاز نفسه جهاز الكمبيوتر نفسه، سواء هو 2000 او اكتر من الـ2000 او اقل من الـ2000، ليه يوزر نيم وباسورد. لو الجهاز ده اللي ليه اليوزر نيم والباسورد بتوعه ما توافقوش مع الدومين كنترولر، ولا يوزر يعرف يقعد على الجهاز ده. ما هنشوف. لو انا جيت عملت ديسيبلد للاكونت بتاع الكمبيوتر ده، ما بيرست الاكونت بتاعه، ما بيطلبش، بيوقفه. مش ريسيت، يعني مش اصل ديسيبلد انت بتعمل له انيبلد. ريسيت الاكونت انت لازم تخرجه من الدومين وترجعه تاني. ماليش دعوه باليوزرز دلوقتي، انا بتكلم على الكمبيوتر. لسه احنا هنتكلم عن اليوزرز، ما تسبقش الاحداث معاها. ها، اتفهمت يا رجاله؟ واصل لكم؟ فلما انا اجي هنا كده وكريت المكنه دي اهو، بص دي دلوقتي كده بقى عندي كمبيوتر اهو. الخطوات بقى اجي اعمل ايه بقى؟ اقوم رايح على المكنه اللي اسمها 98 بي سي، واروح اسطب عليها كلاينت. الكلاينت اللي هو السامبل اللي انا اتكلمت عنه، خلاص اقدر بقى من خلاله ان انا اعمل مانجمنت للجهاز ده. لا، ما هو الكلاينت ده بقى بعد ما انت متسطبه مش بيفتح لك الاختيار، انت بقى بعد كده بتقول له جوين الدومين، بيجوين الدومين بس ما بيعرفش يكريت لنفسه ريكورد هنا. لا، ما الكلاينت ده وسيط ما بين السيرفر وما بين المكنه اللي هي ال 95 او ال 98 او اللينكس، علشان اقدر لما اجي اعمل مانجمنت الكلاينت ده يساعدني ان انا اعمل مانجمنت. عايز اطبق عليها بوليسي الكلاينت بيرميه عليها، عايز بيسينك ما بيني وما بينه. بتدي له بقى اسم الدومين وتدي له كل الكلام ده، بس ما بيعرفش كاريت لنفسه يوزر نيم وباسورد، فلازم تكريتهم له انت مانيوال. بس كده البوابه اللي هو يدخلك على الدومين. طبعا الكلام ده في الاقل من الـ2000. طب قبل الـ2000 خلاص ولا حاجه. عارف الجهاز ده، الجهاز 7 ده، لو انا عايز اعمل له جوين للدومين 3 خطوات بالظبط. اول خطوه اجي هنا كده واحط له اي بي من نفس السبنت بتاعت الايه، من نفس السبنت بتاعت الدومين كنترولر بتاعي. يعني انا مدي التاني 192.168.1.200، يبقى انا اديله من 192.168.1 اي حاجه. هتبدا ان انت تيجي هنا كده تيجي
تيجي هنا كده على اي بي فيرجن 4 خلاص هو واخد 192 168 1 2 حلو كده وركز معايا هتقول له اوكي اوكي كلوز نتاكد بقى ان الراجل ده دي تاني خطوه نتاكد ان الراجل ده شايف الدومين كنترولر بتاعه طب ازاي اتاكد ان الراجل ده شايف الدومين كنترولر الله يفتح عليك بينج قول له بينج 192 168 1 200 ايه اللي حصل الدومين كنترولر بتاعي بيريبلاي يعني معنى كده ان الراجل ده شايف الدومين كنترولر بتاعه صح تعالى هنا بقى وقف على ماي كمبيوتر بروبرتس وهنقول للجهاز ده انت هتجوين الدومين هنقول للجهاز ده انت هتجوين الدومين قول له تشينج سيتنج تشينج وتعالى نقول له بدل ما انت في ورك جروب اسمها ورك جروب احنا هنبقى في دومين اسمه سي سي جي دوت لوكال وقول له اوكي ايه اللي حصل راح مطلع لي ايرور قال لي الدومين ده مش موجود طب ازاي الدومين مش موجود اذا كنت انا كنت ببنج عليه واخد من نفس السبنت بتاعته قال لك ما انت هنا حضرتك كاتب له ايه انا عايز اجوين الدومين اللي اسمه ccg.local يعني بالدي ان اس نيم او بالفول كواليفايد دومين نيم بتاع الدومين كنترولر فالراجل ده بيروح يبص على كارت النتورك بتاعه علشان يروح يسال الدي ان اس يقول له مين الدومين ده مش احنا اتفقنا الدي ان اس هو اللي بيوصلني لكل حاجه فملقاش عنده دي ان اس فقال لك انا معرفوش فقال لك ايه قال لك انا معرفش مين ده حافظ مش فاهم بقول لك التسع خطوات ماشي كده فقال لك ايه قال لك انا معرفش مين اللي انت بتتكلم عنه انا معرفش مين اللي انت بتتكلم عنه طب بص بقى كده لو انا جيت دلوقتي هنا كده قلت له انا عايز بس اجوين للدومين اللي اسمه سي سي جي طب كلمه سي سي جي دي معناها ايه النت بايس نيم انتوا ايه ما بتذاكروش ولا ايه يا رجاله يا عم سيرفر ايه احنا مش اتفقنا ان الدومين كنترولر بتاعي ليه حاجه اسمها فول كواليفايد دومين نيم اللي هو بيبقى اسمه دوت الاسم اللي بعده وعنده حاجه اسمها نت بايس نيم ايه يا عم حد يرد عليه بالله عليكم عشان انا يا عم احنا مش الدومين بتاعنا المره اللي فاتت وانت ما... انت ايه يا احمد انت جيت المره اللي فاتت متاخر طيب ماشي ما... طب ما شفتش الفيديو ليه ما عذر برضو انيل من طيب مش احنا الدومين بتاعنا اسمه ccg.local ده اسم الدومين بتاعي اسمه اي اسم منين يعني ايه لا انا في شركة اسمها سي سي جي ده اسم الشركة بتاعي ايه يا عم شركة اي بي سي شغال في شركة اسمها اي بي سي شغال في شركة اسمها فورتي نت اسم 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 معايا كده لو انا بقى قلت له سي سي جي بس وقلت له اوكي بص راح قايل لي ايه راح جايب لي الدومين كنترولر بتاعي قال لي دخل لي بقى باسورد يوزر نيم وباسورد علشان خاطر نجوين الدومين حلو بقى ما هو ده بقى اللي انت لازم تفهمه لما اديته الفول كواليفايد دومين نيم راح سال الدي ان اس
ما لقاش دي ان اس فراح مطلع لي ايرور. لما اديته النت بايوس نيم، النت بايوس نيم ده بيستخدموه في حاجه اسمها برودكاست، احنا اتكلمنا عنها. ها الله يفتح عليك الفضيحه، اللي هو اتفقنا مع بعض بيبعت 4255 و12 اف، صح؟ يقول يا جماعه لو في حد اسمه سي سي جي رد علينا. فالمسج دي هتوصل لكل الناس، فالدومين عارف ان اسمه سي سي جي فيقول له انا الدومين انت مين. اما الفول كواليفايد دومين نيم، لا ده انا بقول له روح لفلان. طب راح يسال فلان ده نروح له ازاي؟ ما عرفش، فراح مطلع لك ايرور. لازم تحط دي ان اس. يعني انا لو جيت دلوقتي كده وحطيت الدي ان اس، الدي ان اس اللي هو هيبقى كام؟ 192.168.1.200، وتقول له اوكي. لو جيت بقى انا دلوقتي هنا كده وقلت له دوت لوكال، قلت له اوكي، قال لي ويلكم. ليه؟ لانه راح سال الدي ان اس، قال له الدي ان اس هو مين الدومين ده؟ راح الدي ان اس قال له فلان، راح رايح عامل له جوين على طول. اجي بقى هنا وادي له الادمنستريتور، وادي له باسورد، وقول له انت بتاعت اللي هناك. اه بس انا مين بقى اللي بيعمل جوين؟ انا مثلا انا انا اللي عامل الكلاينت جوين. اه دي بقى دي ما فيهاش بقى سنتراليزد، دي هي كده دي لازم. لا 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 ما هو لازم برضه اجي اعدي عليه واعملها له. اه اه ايه؟ لا ما تنفعش. عايز تعمل ريموت لي يعني تعمل له جوين للدومين؟ ممكن ممكن. تقول ايه؟ ايه؟ ما هو هناخد قدام يا جدعان والله. انتوا عايزين تاخدوا الكورس كله دلوقتي؟ قال لك ايه؟ قال لك ويلكم تو سي سي جي دوت لوكال دومين. هتقول له متشكرين. هيطلب منك ريستارت للماشين دي. هتعمل ريستارت للماشين. ريستارت للماشين. لو جيت برضو هنا كده على الجهاز ده نفس القصه. لو جيت دلوقتي هنا كده قلت له اكس بي، قلت له انا عايز، وقفت هنا كده قلت له وجبت البروبرتس بتاعتك، كمبيوتر نيم، وقلت له تشينج، وقلت له انا عايز اجوين الدومين اللي اسمه سي سي جي دوت لوكال، قلت له انتر، هبص ليه طلع لك الايرور. ليه؟ عشان برضو مفيش دي ان اس. طب لو قلت له سي سي جي بس، في دوت بس، لو قلت له سي سي جي بس شايف جابه. طب لو حطيت له دي ان اس اتفضل. لا ليه يا عم؟ ملوش علاقة بالنا. النت بايوس نيم ده خرتقة، ما ينفعش يشتغل بالنت بايوس نيم. برودكاست ده انت بقول لك انت بتدرس الكورس علشان تعمل حاجتين، شيرنج اوف ريسورسز، وتشوف ازاي تقلل البرودكاست. بص بقى لو انا قلت له دوت لوكال، قلت له اوكي، شايف جابني ازاي على طول؟ ابدا ان انا اقول له بقى الادمنستريتور،
باسورد. هيبدا برضو يقول لك ويلكم تو سي سي جي. وانا لو عندي سي سي جي دكتور اي حاجه ثانيه او سي جي برضه اي حاجه ثانيه وكتبت الرينج حسب الرينج بقى. يعني ايه قريبه من بعض؟ عندك اكتر من دومين يعني؟ اللي هتكتب له الدومين اللي جوين فيها جوين. معلش تاني ايه تاني ايه؟ ملهاش علاقه انت لا ما هو كده في النت باي ستيم كده تحصل كونفليكت بس طبعا مفيش حد بيعمل كده يعني. طب ازاي هو ممكن اعمل اكتر من ده دومين مثلا عندك ايه ما ينفعش النت باي ستيم بتاع الدومين يبقى متكرر في نفس النتورك زي ما الجهاز كده ما ينفعش النت باي ستيم بتاعه يبقى متكرر فاهم قصدي مش احنا قلنا بص اسم الجهاز ده بيبقى يونيك يعني ايه يونيك يعني ما ينفعش يتكرر كلمه يونيك يعني ما ينفعش يتكرر كومون يعني معناها يتكرر بس خلاص ممكن تحصل حاجه ثانيه لو انا موصل مثلا الكومون بيقول على فاكس واحد مثلا ممكن ده هو شايف ايوه ما هتحصل مشكله هيطلع لك ايرور ما ينفعش يبقى الاثنين دومين ليهم نفس النت باي سنين هيحصل كونفليكت فاهم يا زيزو؟ واصله لك ولا ايه؟ اه قول له اوكي طبعا هيطلب مني ريستارت بص بقى لما انا عملت جوين للاجهزه دي للدومين بص لو انا جيت دلوقتي كده على مستوى الدومين جيت هنا كده جوه كونتينرز اللي اسمه كمبيوترز ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لقيت الجهازين دول نازلين عندي اوتوماتيك ليه؟ لان الاجهزه دي فوق ال 2000 الاجهزه دي فوق ال 2000 فاي جهاز فوق ال 2000 تقدر ان حضرتك تعمل له جوين للدومين ويكريت لنفسه ريكورد اوتوماتيك ايه ممكن طيب هقول لك انا بقى على حاجه تانية نفترض مثلا ان انا بقى عايز الجهاز ده اسمه ايه اي تي داش ام سرحان صح عايزه ينزل في الاويو اللي اسمها اي تي وده اسمه اتش ار داش محمد عايزه ينزل في الكونتينر في الاويو اللي اسمها اتش ار اعمل ايه قال لك في الحاله دي قدامك طريقتين يا اما تعمل له جوين للدومين زي ما احنا ما عملنا وتاخده كده وتيجي تقف هنا كده عليه وتقول له موف فيطلع لك الليسته كلها تحطه بقى في الاتش ار تحطه في الاي تي تحطه في اللي انت عايزه صح؟ قال لك يا اما طريقه ثانيه انت تيجي هنا كده وكريت له مانيوال ريكورد يعني تقف هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو كمبيوتر طب ليه وهو فوق ال 2000 ما هو كريت لنفسه اوتوماتيك لما انت بتعمله له هنا كده جوه الاويو دي ولما تيجي تقول له جوين للدومين هيروح يجوين الدومين فالدومين هيلاقي اسمه ايه الاسم اللي انا مديهوله هنا فيقوم مدخله في الاويو دي على طول بس طبعا مفيش حد بيعمل كده دي ودنك منين يا جوحه ايه لا 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 ولا اي حاجه انت بتكريتها ريكورد بس لا ريموف موف من اويو لاويو لا ما ينفعش معايا كده لا ده بيقول لي بالسي ام دي معايا كده فالاثنين الجهازين دول كريتوا لنفسهم ريكورد صح بص بقى لو وقفت على ده لو وقفت على اي واحد منهم لو وقفت مثلا على اتش ار ده داش محمد وجبت عليه جبت البروبرتس بتاعته
هتبص تلاقيه بيقول لك ايه الجهاز ده اسمه ايه، كاتب لك جنبيها ايه، الدي ان اس نيم، بيقول لك ده ورك ستيشن اور سيرفر، مش فارقه معايا يعني. اوبريتنج سيستم ده نازل عليه ويندوز اكس بي بروفيشنال سيرفيس باك 2. طب الثاني مش حط اسم اليوزر، ده انا اللي مسمي الجهاز كده. الجهاز ده اسمه ايه؟ اي تي داش ام سرحان، ده النت بايس نيم بتاعه. طب الفول نيم بتاعه اي تي داش ام سرحان دوت سي سي جي دوت لوكال. طب الاوبريتنج سيستم اللي نازل عليه، نازل عليه 7. الفول نيم بتاعه هو اليوزر بالدومين. سهله ولا صعبه؟ فكده اي جهاز اب فوق ال 2000، اي جهاز فوق ال 2000 بيكريت لنفسه ريكورد اوتوماتيك. اقدر بقى ان انا اعمل له مانجمنت وانا قاعد زي الباشا هنا في مكاني. اقدر بقى ان انا دلوقتي بقى اعمل له ايه؟ مانجمنت زي الباشا. طيب في طريقه تانية اقدر من خلالها ان انا كريت كمبيوتر ريكورد باستخدام السي ام دي. ازاي؟ برضو الامر بتاعي اي دي اس اد، بس المره دي انا عايز اد ايه بقى؟ كمبيوتر، صح كده؟ وبرضو نفس القصه افتح له كوتيشن. بس انت عايز بقى تكريت الكمبيوتر ده فين؟ في اويو ولا في الكونتينر؟ في الكونتينر، صح؟ في الكونتينر. يبقى هتقول له بدل كلمه اويو هتقول له سي ان، وكلمه سي ان مش معناها كونتينر، معناها كانونيكال نيم، الاسم المميز. كانونيكال نيم، الاسم المميز. تقول له سي ان ايكوال كمبيوترز. ايه؟ ماشي كده؟ كوما دي سي ايكوال سي سي جي، كوما دي سي ايكوال لوكال، وتقفل الكوتيشن وتقول استنى بس، احنا نسينا خطوه مهمه قوي، احنا نسينا اسمه ايه اصلا. فنقول له سي ان ايكوال، انت عايز تسميه ايه؟ 95 بي سي مثلا، كوما بقى. يعني الاول تكتب له سي ان ايكوال، يعني الكانونيكال نيم بتاعه الاسم المميز بتاعه يبقى 95 بي سي. هنحطه جوه كونتينر اسمه كمبيوترز، هنحطه جوه الدومين كنترولر بتاعنا وقول له انتر. ايه اللي حصل لما تيجي بقى هنا كده تعمل ريفرشاية؟ ادي عايز ادلته نفس القصة، بس هتكتب ايه؟ مش مهم. بعد كده بقى تروح بقى تعمل له جوين. تقول له ار ام، هتقول له، هيقول لك ار يو شور يو وانت تو ديليت، تقول له يس، انتر، كده اتدلت. تريفرش مش هتلاقيه. طب افرض ان انا عايز احطه في اويو مثلا ماركتنج اتش ار، نفس القصه اهو، بس بدل ما انت ما تيجي هنا كده وتقول له سي ان ايكوال كمبيوترز، هتقول له ايه؟ او يو ايكوال اتش ار مثلا، بقول له انتر. فلما تيجي هنا كده جوه الاتش ار تلاقيه موجود. اتفهمت؟ فده كده انت عملت جوين للاجهزه جوه الدومين كنترولر بتاعك.
كده الجهاز ده دخل جوه الدومين. لما تيجي كده على اي جهاز منهم هبص تعيه كده جوين للدومين. تفهم؟ هتيجي هنا مثلا كده تقول له اشتري مثلا ايه سويتش يوزر، اقول له مثلا هنخش على او اي حاجة مش مهم، بس عشان ايه خلينا زي ما احنا كده. واحد اتنين باين، وكان واحد اتنين صح؟ لا لا ده انا داخل لوكالي على الجهاز، انا لسه ما اتكلمتش عن اليوزرز اللي هنتكلم عنها المره الجايه، ونتكلم بقى ايه اللي استفدته لما الجهاز ده جوين الدومين، عشان طبعا الناس عماله تفرك. اه ماشي يا عم اهو. بس ما تيجي هنا كده تقف على ماي كمبيوتر، هتبص تلاقي الجهاز ده بقى ليه حاجه اسمها كمبيوتر نيم وحاجه اسمها الفول كمبيوتر نيم. الفول كمبيوتر نيم بقى اسمه ايه؟ بقى اسم الجهاز دوت اسم الدومين. ده 15 كاركتر، ده 255. مهم قوي الحاجات دي. هل بقى اقدر بقى الجهاز ده اجي هنا كده واقول له تشينج للسيتنج واغيره وارجعه تاني ورك جروب؟ براحتك. انما المكنه الرئيسيه اللي عليها الاكتف دايركتوري دي اللي ما تنفعش. عادي مفيش مشكلة. هيطلب منك ريستارت ويروح يغيره جوه الدومين كنترول. طالما فوق ال 2000. لا. اليوزر ما ينفعش. لا عشان هو مش ادمنستريتور. سهل الكلام يا رجالة؟ لكم سؤال فيه؟ طيب نكتفي ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.